بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. في هذا الدرس إن شاء الله سوف أقوم بشرح كيفية تثبيت الـ VS Code والـ Android Studio. أول حاجة هنروح على الـ Downloads بعد ما نزلنا الـ VS Code الدرس الماضي، ونيجي نعمل Unzip البرنامج، وهنيجي نعمل هنا New Finder Window، ونقوم بالذهاب إلى Applications ونسحب الـ VS Code على الابليكيشن هنا كده. طبعا هو هيقول لي عايز تعمل ريبليس، هقول له لا شكرا، يعني لأن أنا عملت الخطوة دي. وبعد كده هفتح الفيجوال ستوديو كود، واجي اروح على الاكستنشنز وابحث عن فلوتر. هاجي اعمل انستول للفلوتر من خلال الزرار ده، بس هو هنا طبعا مكتوب ان انستول، انا هضغط على انستول هيروح منزل لي الفلوتر والدارت مع بعض. تمام. طيب هاجي اعمل نيو بروجكت ابلكيشن، وهاجي اختار الفولدر اللي هو الديفلوبمنت. لو نلاحظ هنا هاجي مثلا ديسكتوب واعمل باك، هيدخلني على الديفلوبمنت هنا، واختار الديفلوبمنت كالمسار بتاع الابلكيشن بتاعي، وهكتب اسم البروجكت واضغط انتر. طيب انا دلوقتي هفتح اوريدي البروجكت بتاعي اللي انا عملته، وعايز اعمل ران للبروجكت ده. هروح جاي واخد الكوماند ده كده، واجي هنا على تيرمينال اقول له نيو تيرمينال، هيروح فاتح لي شاشة التيرمينال دي، واعمل اعمل بيست للكوماند ده واضغط انتر. هيبدا بعمل رن للبروجكت بتاعي على جوجل كروم. هنيجي نلاحظ هنا ان البروجكت بتاعي اشتغل، نضغط على الزرار هتلاقي الابلكيشن اشتغل معايا. ممكن اضغط هنا على انسبكت واقول له عايز اعرض الابليكيشن في الموبايل فيو، هتلاحظ هنا ان هو بدا يعرض لك الابليكيشن على الموبايل فيو. ممكن تختار اي جهاز من دول تعرض فيه الابليكيشن، او يعمل لك سيميوليشن للابليكيشن على الشاشه والعرض بتاع الموبايل اللي هتختار. مثلا اختار ايفون 12 برو، هتلاحظ هنا ان جاب لك المقاس بتاع الشاشه بتاعت الايفون 12 برو. طيب ممكن اقفل البراوزر ده كده دلوقتي، وهقفل الـ VS Code، وهبدا اعمل انستول للاندرويد ستوديو بالطريقه دي. داونلود بعد ما حملته، وهبدا اعمل تثبيت للاندرويد ستوديو. هتلاحظ هنا يقول لي خد الاندرويد ستوديو وحطه في الابلكيشن. الخطوه دي زي ما عملناها في الفيجوال ستوديو كود، بس كان عملناها مانيوال، ما كانش فيه الاوبشن ده. في الاندرويد ستوديو كود هو بيفتح لك اوريدي شاشه من خلالها تنقل الاندرويد ستوديو على الابلكيشن، وبكده يبقى عملنا انستول للاندرويد ستوديو. ونيجي نخش على الابلكيشن ونفتح الاندرويد ستوديو اوبن، الشاشه دي هتطلع لي بيقول لي عايز تعمل امبورت الاعدادات من سابقه من البرنامج، وهقول له لا شكرا مش عايز اعمل امبورت لاي حاجه. هيبدا يفتح معايا الاندرويد ستوديو، هيقول لي ممكن نبعت
لجوجل اليوزج داتا هقول له لا شكرا، مش عايز ابعت اي حاجة لجوجل عن الاستخدام بتاعي، وهقول له نيكست، هقول له choose a type of standard، هقول له standard للاندرويد ستوديو. بعد كده هيقول لي اختار السين، هقول له انا عايز دراكولا ثيم اللي هو الدارك ثيم، وهيقول لي في حاجات هتتحمل الاندرويد ايموليتر، اندرويد اس دي كي بيلد تولز، اس دي كي بلاتفورم، اس دي كي بلاتفورم تول، والاس دي كي باتش ابلاير. هقول له نيكست، الحاجات دي هتتحمل علشان تتحمل. وهيجي هنا يقول لي اعمل اكسبت للاندرويد اس دي كي لايسنس، هقول له اكسبت وهقول له فينش. هيبدا بعمل تحميل الباكجز اللي كان كاتبها، وكده يبقى خلص، وهضغط على زرار فينش. وهاجي هنا اقول له مور اكشن، وهضغط على اس دي كي مانجر، وهتاكد هنا اللي هو هنا هاجي الاول على اس دي كي تولز، وهقول له عايز احمل الاندرويد اس دي كي كوماند لاين تولز، والحاجات دي هتبقى موجوده زي ما هي، وهقول له ابلاي. هيقول لي الحجم بتاع التحميل اللي انت عايزه 108، هقول له اوكي، هيبدا بالتحميل، وبكده يبقى خلص، هقول له فينش وهقول له اوكي. واجي هنا على البلاجنز، اعمل سيرش على الفلاتر، اقول له انستول، هيقول لي ان الفلاتر ثيرد بارتي بلاجنز، هقول له اكسبت، يقول لي انستول ريكوايرد بلاجنز، فلاتر بلاجن ريكواير دارت، هقول له اعمل لي انستول كمان للدارت، وهقول له ريستارت اي دي اي، يعني اعمل ريستارت للاندرويد ستوديو. وبكده يبقى انتهينا من عمل سيت اب للاندرويد ستوديو على الماك. هاجي حاجه اخيره، هاجي افتح التيرمينال، وعايز اقول ملحوظه انك لازم تعمل ريستارت للجهاز بتاعك علشان الفيجوال ستوديو كود. لو لاحظنا هنا تيرمينال نيو تيرمينال، هيجيب لي ان ال VSH ZSH اشتغل. انا اضطريت اعمل ريستارت للجهاز علشان ال VS كود يتحدث التيرمينال بتاعه، يبقى ZSH مش باش بروفايل. هاجي هنا اكتب فلاتر دكتور، وهاجي الاحظ هنا في بعض الحاجات مش شغالة، فيها مشكلة. طبعا الاكس كود لازم يتحمل، وكمان نعمل اكسبت لللايسنس بتاعت الاندرويد اس دي كي فيرجن 33. طيب اول حاجة هعملها هاخد كوبي من الكوماند ده كده، واجي اضغط، للاسف ما اتفقش مظبوط، هاجي اخده تاني. هيقول لي عايز تعمل اكسبت، هقول له يس. عايز تعمل اكسبت، يس يس يس. طيب كده عملنا اكسبت لكل اللايسنس. نيجي نعمل فلاتر دكتور تاني، وبكده يبقى انتهينا من تثبيت الاندرويد ستوديو، وكمان عملنا اكسبت اللايسنس بتاعته. في الدرس القادم ان شاء الله سوف اقوم بشرح تثبيت الاكس كود والكوكا بوكس. وشكرا لكم، يا رب يكون الدرس سهل حلو وسهل وعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.